ضبط الصوت لا يجيك خصم سريع. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا النقاط اللي اشترك عليها جميع المقدمين وجميع الاعلاميين منهم الدكتور ومنهم الاستاذ ناصر الحربي اللي هي التدرج الصوتي والحضور الجيد، ولكن فيه نقطة كانت مهمة جدا اللي هي أخوان أن الواحد يكون له حركة جسد وتحرك في المسرح بحيث أنه يجذب جميع أنظار المشاهدين. هذه الطريقة أنا أشوفكم الآن كلكم مركزين معي لأني قاعد أتحرك وأتدرج في الصوت، ورحبت أول شيء فيكم، فهذه نقطة مهمة جدا يجب أنكم تركزون عليها. جميل جميل جميل، رائع، أبدعت حبيبي. طيب ضبط الصوت عندك طال عمرك، تفضل المساحة لك. يلا يلا عاشر.